بين قصف عشوائي لا يتوقف على القرى الآهلة بالسكان وحملات اختطاف شبه يومية يقف أبناء محافظة البيضاء، المحافظة التي لم تدع فيها الحرب منزلا إلا وتركت فيه جرحا عميقا. الجديد في سلسلة انتهاكات الميليشيا على هذه المحافظة اختطاف 38 مواطنا من أبناء منطقة مشعبة، وذلك دفعة واحدة وفي يوم واحد، بينهم أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة، تم اقتيادهم وسجنهم في أماكن غير معروفة. وفيما يكتفي الداخل والخارج بالصمت، يجد الأهالي في هذه المحافظة أنفسهم ضحايا لجماعة مسلحة جاءتهم لتعتدي عليهم في بيوتهم ومتاجرهم وكذلك مزارعهم، علاوة على ترويع الآمنين بالقصف وتفجير المنازل وحملات الاختطاف التي تتكرر بين الفينة والأخرى. مديرية الزاهر آل حميقان التي أصبحت منطقة مفتوحة لقصف الميليشيا اليومي على مساكن المواطنين باتت أيضا المنطقة الأولى التي يتكرر فيها تفجير المنازل، حيث أكدت المصادر أن الحوثيين فجروا منزلا لمواطن في منطقة الخلوة بعد تفجيرهم منزلا آخر في ذات المنطقة خلال أقل من أسبوع. جرائم عديدة وانتهاكات متكررة يكتفي الإعلام بسردها ونقلها كل يوم، غير أن ذلك يقف دون جدوى أمام صمت المنظمات الدولية فيما يخص هذه المحافظة المنسية من كل شيء إلا من الموت والانتهاكات اليومية.